الماضي والحاضر. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه، معالي الدكتور عبد الله المعتوق رئيس الجلسه، اصحاب المعالي، اصحاب الفضيله، ايتها الاخوات الكريمات، ايها الاخوه الكرام، في الحقيقه عندما كلفني استاذي معالي الدكتور محمد مختار جمعه بالبحث في هذا الموضوع، وجدت نفسي امام كثير من التساؤلات. اول التساؤل، لماذا هذا اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت واي مناسبه؟ وجدت ان اهميه انعقاد وعقد هذا المؤتمر تحت يتناول هذه الاشكاليه، اشكاليه بناء الدوله وبناء الدول من خلال نظره فقهيه معاصره، اننا نعيش بعد تداعيات ما يسمى بالربيع العربي واختطاف الاسلام من طرف جماعات التوظيف المصلحي والسياسي للاسلام، تجلياته كان الاخوان المسلمين او حزب التحرير او داعش او القاعده او ولايه الفقيه. الجماعات الخمس العابره للقارات استطاعت انها تختف الاسلام دينا، حضاره، ماضي، ثقافه، واستطاعوا ان يبلوروا ويقولبوا حتى الفكر المعاصر لدى شبابنا في موضوع الدولة تحت شعار، وهذه خطورة عشناها في بداية القرن، في بداية الثمانينات، ما يسمى بأسلمة المعرفة. ذلك أن مفهوم الدولة في سياقها التاريخي في الغرب انطلق وأنتجته الظروف الزمانية والمكانية في صراع الكنيسة والإقطاع مع حركة التنويريين، فأنتجت شيء يسمى بالدولة، الدولة الأمة لتناسيون. أما مفهوم الدولة في سياقها العربي فإنه تعايش وتفاعل مع الظروف التي أنتجت ما يسمى الدولة في تاريخنا. وأنا بحثت، وممكن أكون قد لم أنهي البحث، لم أجد مصطلح الدولة الإسلامية في كتب التراث، بل أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك دولتان، دولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة النجاشي في الحبشة. معناه أن مصطلح إسلامية الدولة وأسلمة الدولة لن يظهر إلا في الكتابات المتأخرة لدى المنظرين لمفهوم الأمة الإسلامية بين قوسين أو مفهوم الجماعة. هذه المفاهيم من الثلاثينات وجدنا أن هناك تطور مفاهيمي لعدة مفاهيم استطاعت الجماعات الإسلام السياسي أن تضع لها مدلولها الخاص وتعمل على تأميم المفهوم لدى الأمة الإسلامية، كمصطلح النهضة، كمصطلح الإحيائية، كمصطلح الصحوة، وكمصطلح الأخير وهو مصطلح الوسطية. بل سوف نجد أن الذين سوف ينظرون لمفهوم الدولة في الإسلام كانت هي كتب عبد القادر عودة وفرغلي، بل وحسن البنا في كتاب في رسالتي في المؤتمر الخامس، وهي تعد أهم وثيقة لدى جماعة الإخوان المسلمين، عندما يقول نحن جماعة وهيئة سياسية رياضية اقتصادية صوفية سلف، يعني الكل، تعال عندي أنا اللي ممكن أعطيك مفاتيح الجنة. ويذهب سيد قطب لينظر للمفهوم الدولة عنده بالمفهوم الشامل الكامل، عندما يقول بأن الإسلام هو عقيدة نتجت عنها شريعة إن بتق عنهما سلوك ونظام يقوم من الحياة. بل يقول منظر الجماعة بأننا أن على أن يحكم المسلم أو يسلم الحاكم. بهذا المفهوم سوف نرى أن مفهوم الدولة في المفهوم الغربي هي أداة وظيفية اتفق عليها الشركاء، الشعب، السلطة، الإقليم، بل ويضيفون الآن في المفهوم الجديد الشرعية الدولية. لكن المفهوم الدولة في أدبيات الجماعات الإسلامية هي التنظيم فوق الدولة والجماعة، الجماعة فوق الدولة والتنظيم فوق الأمة، أي ما يسمى بالمواطنة العابرة للقارات، وليس المواطنة التي تؤمن بالولاء للوطن، لأن الولاء للوطن شرك وكفر ونجس وجاهلية. هذا كله في أدبيات التي ورثناها في موروثنا الثقافي والفكري. لذا
لابد ونحن نحرر لمفهوم الدولة ونؤصل لها بالمفهوم الشرعي أو بالمفهوم الفقهي، لابد لنا من وقفة حضارية مع تراثنا. إن الوقفة مع التراث الفقهي، إن الموقف مع التراث الفقهي لا يكاد أن يخرج عن المدارس التالية. إما مدرسة التقديس للموروث الفقهي ونجعله في قدسية، في مستوى قدسية الوحي مع قدسية الآراء والإفرازات التي أفرزها أو التي أنتجها علماؤنا من خلال استدراكهم وإدراكهم وفهمهم للنص وتنزيل الأحكام على الوقائع وغيرها. ثم سوف تأتي النظرة الثانية التي تريد أن تقول أنه إذا أردنا أن نلحق بالغرب وأن نكون في الحضارة الغربية ونخرج من هذه الورطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، علينا أننا نلغي التراث وأننا ندخل في بوتقة الحضارة الغربية ونتنصل من كل ما هي الثوابت، وطرح ما يسمى بالدولة العلمانية بالفتحة وليس بالكسرة. العلمانية أي من العالمانية، أي اللائكية، أي فصل الدين عن الدولة، علما أن في تاريخنا الإسلامي وفي تاريخ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من أصل إلى فصل السلطات، أصل إلى فصل السلطات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بل سوف تجدون أن عند الإمام القرافي في كتابه الفروق، وهو سوف يفصل ويفصل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفاته بالإمامة وتصرفاته برئاسة الدولة وتصرفاته كنبي يوحى إليه وتصرفاته كقاضي وكفقيه، هذه التصرفات التي تكلم عنها الإمام القرافي إنما هي تأصيل لما يسمى بالسلط وتوزيع السلط، وبأن هناك في الإسلام فصل بين الدنيوي والدين، وبأن الدين الإسلامي بني على خمس مبادئ، خمس أركان، وليس هناك ستة. جماعات الإخوان تقول بعد أنه الإسلام اللي هو الشهادة والصلاة والزكاة والصوم، ويقولون والجهاد في سبيل الله أغنى أمان، معناه أنهم استطاعوا أنهم ينتجوا منتوجا فكريا وإيديولوجيا اختطفوا به هذه الدولة وأرادوا أن يوظفوا هذه الدولة للمشروع الأممي. ولهذا سوف تجد أحد مرشدهم عندما يقول طز في مصر، أي لا نؤمن بهذه الدولة ونؤمن بأنه ممكن يأتي ثاني ويحكم هذا البلد. معالي الدكتور محمد مختار جمعة في هذه المؤتمرات الثلاث أراد أن يؤسس لمفهوم جديد، وأنا أحيي هذه الشجاعة لأنني لم أراها. أنا عضو في هذا المجلس الأعلى منذ المؤتمر السابع، والقيدوم هو مع فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي في التطورات التي ناقشناها في المؤتمرات كاملة. كنا نناقش كل القضايا، الإسلام والغرب والفكر وكلها، لكن المؤتمرات الأخيرة أتت لتؤسس لمفهوم جديد، بل أنها بشجاعة بتقول بأنه من ركائز البناء الشخصية الوطنية هي حب الأوطان وهي الولاء للوطن، وإن أي تآمر على الوطن يعتبر خيانة، والخيانة مصيرها أنتم تعرفونها. لهذا أننا أقول وأختم حتى لا سيد الرئيس ما يزعل مني، وأختم لأننا نحن بالفعل أمام مشاريع دولة وطنية الحفاظ عليها وعلى كيانها وعلى مؤسساتها، وأمام مشاريع جماعات تعمل على هدم البنية التحتية ومقومات الدولة. لهذا أنا أقول إن المصطلحات التي استطاعت هذه الجماعات أن تحشو عبر الكتب وعبر الأشرطة وعبر الصحف والمجلات عبر هذه من أكثر من 7-8 عقود، واستطاعوا أنهم يأخذوا وأن ينفذوا وزارات التعليم والجامعات الكبرى في دولنا، في دول عربية ودول إسلامية، واستطاعوا أن يأخذوا المراكز الإسلامية في المجتمعات الإسلامية في الأقليات الإسلامية، وجب الآن العمل على تحريرها. التحرير يبدأ أولاً بتحرير المفاهيم، ثانيا بأن نشيل القدسية على أي تراث فقهي أو تراث فكري، وأن نتعامل معه وفق الظرفية الزمانية والمكانية التي أتى هذا المفهوم، وثالثا أن نؤسس بالفعل انطلاقا من الضوابط الشرعية وانطلاقا من المسلمات
أن نؤسس إلى منظومة فكرية قادرة أن تعطي للمواطن للشباب اليوم أن ترجع لهم الثقة، هذه الثقة التي استطاعوا أن تشيل هذه الجماعات، الثقة بالوطن، الثقة بالحاكم، الثقة بالمؤسسات. لاحظوا معي ونحن صغار عندما يأتي الإمام المسجدي يقول لك هذا علماء السلطة، هؤلاء علماء الولاة، هؤلاء علماء الوزارات، ليدفع بشبابنا عن البحث عن المعلومة الدينية من خلال مصادرهم، كانت في الانترنت او كانت في كتبهم او كانت في جامعاتهم. ان بناء الدولة اصبح الان فرض عين وواجب الوقت ان ياخذ الفقهاء والعلماء الوقت الكافي ليؤصلوا بان الان ممكن ان نعيش وفق النظم التي نتفق عليها ووفق السلوك والمعايير وكل هذه الأبجديات التي نراها الآن فيما يسمى بمفهوم الدولة، أن تكون لنا منهاجا وأن نعمل عليها وأن نحرر هذا الإسلام من هذه الجماعات، وأن أكثوبة أسلمة المجتمع وأسلمة الدولة وأسلمة كل شيء إنما هي مؤامرة وإنما هي مسلك لهم لكي يدخلوا وأنهم يأخذوا بهذه القوى الناعمة مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. والسلام عليكم.